دونك هنايا قلنا غادي نعيطو على لا ميتو ديال اجاكس، غنقول ليها غادي تفتحي ليا ولا غتخدمي لي على 100 غوش هاد الشيء. وانا هذاك غوش هاد الشيء انا نكون ضيف لي واحد لاغوت، شوفوا دايره التيب ديال لاغوت غتكون بيان بيان سور. فو بوفي شيرشي تروفي بحال هاد لاسان طاقس عادي انت تتبدل فيها في البروجي سكو بو ديفي كونكوبي عليا هادشي مكديريش نتا الامتحان اللي كيكون بواقع الصيني دوكيمون مستوطا اوتوريزي، الامتحان تيتحط لك بعضيك لا هادي تقول هادشي لا خرج عليها خاصك تخلعك راه انترنت عندك، خاصك تكون تفهم ان هادشي لا خرج باجاكس وتعرف تكتب في جوجل جواب ولا فاش ما ولا عرفت تشد شي خط تشوف جوجل. دونك بالنسبة لهيا عطيتو ليا غير غوشة شي في عادك واش غتجيك ليا غير غوشة شي، راه كنتي غادي تعيط ليا لا ميثود غوشة شي لي صوت. دونك لا ميثود غوشة شي لي صوت شوفوا معايا شنو فيها، كاينه بيان سور في لو كونترولور لي تاع فورماسيون خليتهم مجموعين هنا سا سي لو سي دير. هاهي غوتشيتش ردو البال مزيان، هادي غوتشيتش راه كتكون ديجا غتخدم ريكويست باش غتاخد هاديك الاي دي ديال فورماسيون لي تم اختيارها من فوندو بوكس اولا من سيليكت. دونك هي شوفوا بعدا واجي سي بوسكو لا كاين عندكم شي حاجه دويت في القياس في كور هنا قلت لي غتمشي لفورماسيون وغتجيب لي حتى لي زيت فيديو لي كيقرا لي كلاس لي تابعين لهاديك لا فورماسيون جيبهم ليا تاهو وقلب دابا على لا فورماسيون بالضبط اللي جاياك النمرة ديالها هادي سي انا غنكون سميتها باش شلحتها لغوشاش سي بون. دونك هو هادي هي لا فورماسيون انا بيان سور شتوها كنمشي ايطاب با ايطاب وكنشوف داكشي اش داير اكسيتيرا راه كنكتشوفو حيت انا مرة مرة كنكودي قدامكم باش نشوف انا عادي اي واحد كتخرجو لي بزاف سي بون كنصحو كيفاش كيكون ان تي بي دو سانتيز ميمكنش تكودي قدام شي حد راه كضرب فيه شحال كيحتاج وقت كبير سواء بالنسبة للأسلوب ولا هذا اللي تيديو. دونك كتعطي الإنفاس أنا كنخدم وكتقولي أنت كتناقش معايا أصلا ولا مشيت في المشاكل اللي براك وداروا لي ديك سيبس. أما إلا ما كانش شي واحد خدم تيكي سيبس ما كيستافدش بزاف. دونك هنايا كتشوف هادو هما لي فورماسيون اللي غيطلعوا لينا أولا المعلومات ديال لا فورماسيون اللي تختارت أبخي راه شوفوا انا سكي انتريسون هنا انني انا هنا ما فهمتهاش في شي فيل ملي غتعطيني لا فورماسيون اشنو درت تسك الجواب كا جيدا هادشي اللي سيبيز نتوما غتبداو ديرو فاش تخدمو على اخي فاش غتولي واحد من الرياكت بوحدو ولا لا ديال بوحدو حيت انا شفتو مع دي ستاجير اللي صاوبو لا ما تخدموش على ما تكونش عندك اصلا فيوز ولا الجواب ديال الفوكسو كيكون دائما عندك في الجزائر بحال هكا ملي كيصيفطوه ديك الساعه تما يمكن مع استاذه فرياكس كنتو كتكون عندكم شي حاجه جزائر وكتباطيو عليها وهي هذيك الحاجه راه جاتكم هاد لافوكسو ديال لي كونترول سيتو لا ولكن هي الفيلم تبقى تصاوب هادي هي ما تتوليش خدام في الويب بارك اش بي كتولي خدام في ا بي اي فرا بي اش بي الروت كاين عندك هذاك سميتو ها هو كيولي خدام يفهم لي فيشي كيما هو هذا ا بي اي بورت اش بي كيبقى عندهم لي كونترولور عادي بحال هكا غير هي تدوز ليك هكا كدوز هكا جيزل كدوز هكا ما كتصيفطش الفيو مباشرة كتصيفطو جيزل ونسيت الكود ديال الرياكت كيقرا لك هذاك جيزل اللي عندك سي بون كيقرا وصافي تتسول لي خدام رياكت عادي. دونك غتحتاج يكون هاد الشغل غادي تحتاج دونك هنايا انا صيفطت لي المعلومات ديال هاد لافورماسيون باسم فورماس ملي غادي نرجع دابا لافي اللي هي السيرش هنا هاهي قلت لي راه غادي يجي لي الريزلت تاع المشكل جزء في حالة التاكسي غادي تبدا تقرا هذيك الريسبونس اللي غتكون جاتك لا ريسبونس اللي جاتك اللي هي عبارة على جزء ومع انك تقرا سميت فورماسيون الا قلت قبيلا سميتها فورماسيون دونك صافي كتبدا تدخل تقرا هكا حيت عارفه غتكون عندك كامل مجموعة د المعلومات هنا كنحط انا السمسم كتحط الشكل ديكور ولا دابا راه يتأفيش ليا هادو الان شفتو قدرت الاشياء فاش ندخل نقرا بحال دابا انا هادي سميتها فورماسيون
هذيك واه اللي كنا كنعرفو جافا سكريبت اللي كنديرو حنا فهم هنايا عندنا في البي اتش بي، كنقول لي غنقرا السيت غنقرا المعلومات بشكل عادي صافي، هادو المعلومات بشكل عادي كنسميه كونت. راكم نتوما عارفين بجافا سكريبت هو ليت لا لونغوي، وفاش كنحتاج لهاد الجزء هذا ديال الطابل نستخدم الهوك فور عادية ديال جافا سكريبت ونرجعو لها سانتاكس وتنعمر لها الشغل. دونك هاد لا فورماسيون دخلت ليها الاقسام، دخلت ليها الاقسام اللي كاينين فيها، وتعرف راسك راك طابل تعرف غير كيفاش تحسب وين اي دي سي اكسيتيرا، كتجيب هاد الاول هاد الاخرين كلهم ساهلين. وهادي لا كنشوف لا لونغور قبيله فاش كنا كنصوبنا في اش بي كنسميتها كونت سيتي. دونك تقولي في حالة تاكسس راه فوتيت انا واحد لا فاريابل سميناها هنايا اش بي انا سميها اللي بغيتي صوبتها وأبخي قلت لي غتمشي تحطها لي فواحد البلاصة سميتها ريزالت، هاديك غتكون واحد ديك خاوية هاي حاطينها لي هنايا هنا ديك خاوية صافي. دونك هي تاخد الفوكس تكون عندي دايرة بحال هاد الشكل، هنا غتكون واحد ديك ولكن خاوية سميتها ريزالت. كتقول لي انت دابا راه ملي ياسين بالاختيار هادي تشينج سير هو شاف شي، ملي كيمشي هو شاف شي اش كدير لي دابا هو شاف شي، كتقلب لي على الداتا ديال الفورماسيون اللي كنقلبو عليها وكتشيفطالي كتشيفطالي على شكل جزم، هو تقرا هذيك لا ريبونس كيدخل لها فورماسيون تبدا تقرا في المعطيات ديالها عادي اليموم اليموم سيدي فاش شفتو شطابوا كيدير بوكل كسيتو وكي صافي كيقدر يتاقل شي هذيك الساعه هناك جسبا على الاقل تفهموا البرانسيب ديالها ماشي ضروري نعرفوا المهم في الاول اللي بدا دابا ولا واحد شي مشكل بغينا يطلع لينا ميساج دوهو هذيك ماشي مشكل صافي. عندي فاش كتقرا تبي تسهل لان هو في هذه كتحفظ هذه صعيبة ما كنشافوش ما يدي لنا في الطريق حاجة ما فيش 20000 طريقة في غاكا واش تخدم جيزان ولا تيب تاكس ولا شوف نسا الاغلبية دابا حنا كنفعلو ولا اكس ام ال نتوما اكس ام ال معندكوش البروغرام كاع ما عمركم سمعتو ولا خدمتو به شي حاجة اكس ام ال اكس ام ال خدمتو عليه كيفاش كيتكتب وكذا هذا لا لا صافي ما هي كبيرة غتخدمو بجيزان الا كان شي حاجة تتقول جيزان بهذا الشكل سيتو. دونك هادشي اللي كاين اون جينيرال